يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الذهاب إلى شركات التقسيط فتقوم الشركة بشراء السيارة شرائها لي عن طريق التقسيط بسعر أعلى من سعرها الأصلي على أن تظل السيارة باسم الشركة حتى أكمل سداد الأقساط؟ هذا معناه أنهم اشتروها لك، ما شروها لهم، شروها لك وزودوا ثمنها، هذا من القرض، أقرضوك ثمنها بزيادة، هذا ربا، ما شروها لهم، دخلت ملكهم، إنما قلت أنا أبي سيارة وراح وشروها لك وسلموا الثمن قرضا بدل منك ويستردونه بزيادة، هذا ربا. أما لو كانوا اشتروا السيارة لهم، ما هو لك، شروها لهم دخلت ملكهم ثم باعوها عليك، على لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.